انا كنت المديره الفنيه في ذاك المحل راقي جدا، وكيجيو له غير الناس الراقيين من مراكش، الرباط، النخبه ديال المدن ديال المغرب كيجيو ليه. ونظمت انا والمدير ديالو، قال لي اش نديرو، قلت له جي نديرو دنيا الناس كيبغيوها، وحلقت شوفوا اللي بغا واللي بغا بغا واللي ما بغاش لا داك حلقه غزال. ومهم قلت لي نجيبوها، قال لي اوكي داكو. دونك تلاقينا في العشيه، درنا بيتيت ريبيتيسيون صافي، وبالليل جاو الناس ايتو، وكانت سلطانه حاضره. سلطانه اللي دارت هو انها انتقدت اوتونك لي ستيليست اي موديليست، وانتقدت التكشيطه اللي كانت لابسه دنيا اون تركواز جو بونس. انا كنت حاضره داكشي وشفت داكشي، قلت غاي نوض صداع، لان دنيا اونكور اون فوا ما كنظنش غادي يعجبها الحال ان شي حد ينتقد الاطلاله ديالها. لا ما قالتش لها هي ديريكتومون، ولكن دارت في الانستغرام ديالها سلطانه ان هي ما عجباش، وحتى انا كان ممكن ما يعجبنيش، وحتى انا شحال من مره لبست اغلاط، انا براسي انا في اكساود الرقص ديالي وكنغلط. بعض المرات كنلبس شي ديتوني ما كيجيوش معايا كنغلط. وتقدر تجي واحد المره البير واكنين اللي هو ان غران ستيليست ماروكان انتقد ليا واحد اللبسه، قال لي هذه ما زوينهش ما تبقيش تلبسيها، وما بقيتش لبسها عطيتها. اشنو وقع من بعد؟ صافي بدات لا ديسونت من موراها شي اون سيمين. زعما السلطانه انا كنعرفها شخصيا، الله يعمرها، هذا ماشي كنقولها باش الناس زعما يتعاطفوا معها ولا ما يتعاطفوش مع السيده. دوزات الجحيم بوندون دو زون السيده، ما شفت منها غير الخير والاحسان. لا هي ولا سكينه غلامور، هي كنعرفها شخصيا، عمري ما شفت منهم شي حاجه خايبه، ولكن هما كانوا صحابات وي سلطانه وسكينه، وواحد العائلات يعني عائلات مزوجين ومحترمات جدا، وكيخرجوا كيتعشاو مع رجالهم يعني كلهم دي كوبل ماري، الا سكينه كانت صديقتهم، كانوا كيجيو اونصومبل بيناتهم الاحترام، كيجلسوا جلسات زوينين وانا كنت نجلس معاهم. صراحه كنفرح ملي كانوا كيجيو للريستورون لانهم كينشطونا، كتحسي بان بيل طابل كاينه عندك في المحل. صافي وحتى بديت كنسول، قالوا لي لا راه تخاصموا، تخاصمت سكينه مع سلطانه، وما كنتش عرفت علاش، وبداو داك المشاكل كبار. وكنعتذر ضياغ السلطانه، ما قدرتش نشد معاها الفيلم لانني تخلعت، نكذب عليك نجي نوقف معاها ولا نسولها نصدق القراصي واحد انا في راسي، انا الله مكافيه راقصه وعليا الدرك وعليا السبان وعليا المعيور وجو امبوزي لو ريسبي، وما تكافيتش. قيل وقالوا بان سرقات لها التليفون. شوفوا داكشي اللي وقع روينه، كانوا كيخرجوا اونصبل وكيجيو كيتعشاو عندنا في المحل، الناس سرقات لها التليفون، وهذاك التليفون اللي تسرق سرقات سكينه هو باش تحل لو كونط حمزه مون بيبي. انا ما كنشوفش هادشي بعيني، انا الحاجه شفتها بعيني، نهضر عليها بحال قلت لك السهره، شفت بعيني بان سلطانه ما عجبهاتهاش اللبسه اللي كانت لابسه دنيا، انا حضرت ليه وشفته. ما تصور لا دنيا كانت كتغني، الدنيا كانت بروفيسيونيل، انا كان جمعة شي وقع لا دو زون شاده ميكروها وخدامه، جو بونس حسات وتنكرات شويه، ولكن بقات خدامه شاده الخدمه ديالها. وسبحان الله ديك لا سواري دازت، انا كان كيف قلت لك انا خدامه تماك، دازت في شكل ديك لا سواري بحال الا سبحان الله كانت شاش في لاصال، كانت فهمتوني، كانت شي كاينه شي حاجه ماشي هي هذيك، والله العظيم الا راسو غير دازت ما كمله، دازت شويه مرونه فهذيك لا بيريود. لا ما كانوش كيتعرفوا لا فديك السهره جو سي با، فديك السهره انا ساليت ومشيت بحالاتي، مي من بعد فديك السهره فداك لو مومون ما كانوش كيتعرف. والصحابات كاين اللي وكلوا السم للصحابات، وكاين اللي طيرات للراجل لصاحبتها، وكاين اللي طيرات الرزق لصاحبتها، وكاين اللي صيفطت صاحبتها للحبس دايوغ اون بارل. البنات الصاعدات انا جو سيكو كيتفرجوا فيا المراهقات، الله يرضي عليكم الصحابات بالحساب وبالعبار.